السلام عليكم، معكم أخوكم محمود من قناة روا لايف. صباح الأنوار، صباح الأخبار. حلقة النهاردة هي ملحوظة بس صغيرة كده، علشان في الفترة الأخيرة ناس كتيرة كلمتني على المدن اللي بزورها. المدينة اللي أنا بزورها، كان في الأول بروح مدينة وصور خلقه عادي، بعد كده قلت طب ما نعمل استفتاء، حيث أن أنا بروح مدن كتيرة، فمين أروحه الأول أو المدينة دي أروح وأصور مخصوص علشان المشاهدين لو طلبنا. فعملت الاستبيانات أو الاستفتاء أكتر من مرة عشان أعرف رأي الناس. فالناس تختار مدينة، والمدينة دي أروح أصور فيها في اللي يعني أوفر وقت مناسب، وفي الآخر ألاقي يعني مثلا جزء قليل من الناس اللي صوتت على المدينة دي هو اللي بيتفرج. أصل بحسبة بسيطة، مثلا اللي صوتوا كلهم 200 واحد، اللي عايزين المدينة الفلانية مثلا 50%، فيبقوا إيه 100 واحد. فألاقي الفيديو في أول يوم ما جابش مثلا 70 مشاهدة، معناها ان 100 دول شافوا منهم 70، بالإضافة للناس اللي هي الثابتة بقى اللي هي بتتفرج على كل الفيديوهات اللي بنزلها. في ناس ثابتة كده مثلا كتلة ثابتة ممكن مالهاش علاقة بقى بالمدن اللي أنا بزورها، هم 40-50 واحد. فده على ده يعني رقم قليل ما يشجعش ان أنا أواصل في التجربة. ده بس منتهى الوضوح، يعني الواحد بيتعب ويوفر وقت. يعني مثلا في مدينة كراسنادار تعبت عشان أوفر وقت عشان أعمل فيديوهين صغيرين، ويعني ما عجبونيش قوي، أو بعد المونتاج أو حبيت أعمل لهم مونتاج وزهقت وحاجات كده. وبعد كده ليه زهقت؟ لأن العائد إيه؟ يعني حتى الناس أما بتشوف، حتى في عدد الفيديوهات مش فاكر، كان مدينة سمارة خدت مشاهدات كويسة، يعني ما نكرش الناس اختارت سمارة، وأما رحت سمارة صورت والناس اتفرجت وعملت يعني قبلوا بلاء حسنا. ولكن التعليقات، انا بطلب منكو التعليقات، اللي هو قول لي رأيك في كذا، قول لي رأيك في كذا، لو عندك رأي مخالف في كذا. لان القناة دي زي ما انا ممكن بعلم فيها الناس حاجات معينة، الناس برضو بتعلمني حاجات معينة، لان انت ما تعرفش او انا ما اعرفش كل احوال الناس، كل ظروف الناس. اللي انا بحكيه لك بيبقى من واقع انا شفته، يا إما معايا، يا إما مع ناس مقربين، يا إما ناس مش مقربين، يا إما حد زميلكم في القناة هو اللي حكي لي التجربة دي، فأنا بقول لكم التجربة على ضوء كذا، وهو بيحكيها لي بنية إن هو إفادة الناس، بيحكي لي قصته أحيانا الخاصة، يقول لي أنا حصل لي كذا كذا كذا، فأقول للناس عشان توعى وما توقعش في نفس المغرز أو في نفس الفخ. فأنتوا كمشاهدين جدد لسه مثلا ما تعرفونيش، قول لي وجهة نظرك في القصة دي أو الموضوع ده. في ناس بتحكي يعني في مثلا 4 سطور أو 5 سطور بيحكي تجربته. أنا طبعا وجهة نظري إن مش صح قوي إن أنت تحكي تجربتك لو حاجة خاصة يعني في الكومنتات، عشان الناس كلها هتشوفها يعني، فممكن ما حدش يعرفك، فما فيش مشكلة، ما تقلقش إن أنت ما فضحتش نفسك قصدي يعني، ولكن يفضل إنك تقولها لي مثلا في الانستجرام في الفيسبوك. لكن لو حاجة مش خاصة بيك وعادي وحاجة عامة ممكن تكتبها عادي في الكومنتات، وده اللي أنا طالبه، إن يبقى عندك رد فعل أو عندك أطروحة معينة أو فكرة معينة. يعني في حاجات أنا بقولها ولاقي حد كاتب لي في الكومنت حاجة أحسن منها، فأجي في حلقة بعد كده أقول يا جماعة الموضوع اللي أنا قلت عليه كذا في أحسن منه، ممكن تعمل كذا، أو في قانون جديد بقى كذا. ما احنا برضو ايه، مش هنبقى مهما كنت مطلع على القوانين الأوكرانية والروسية، دايما في تجديدات، حتى القوانين المصرية، حتى القوانين السعودية، في قوانين داخلية في كل دولة بنقعد نتابع فيها علشان نلم بكله ومش بنلح. فأما حد يديني لينك مثلا حاجة، في حد برضو كتب لي لينك كتر خيره يعني بتاع يعني شيء معين كان خاص بالحلقة فاستفدت منه وقلته في حلقة بعد كده. في ناس بتبعت لي فيديوهات مثلا من مدن معينة بيرصد لي حالات معينة، أوعدكم ممكن أستعين بيها في الفيديوهات. الحاجات مثلا اللي هي الحوادث، الكوارث، الحاجات الطبيعية، حاجات اللي الناس صورتها وبعتتها لي، أنا مش نسيكو، والحاجات دي شفتها وبشوفها بعيناية وما بغفلهاش، وشكرا لكم أنكم اهتميتوا وبتبعتوا لي الحاجات دي. يمكن توقيت بثها بيجي متأخر، بس خلوا بالكم أنا كمان الحاجات اللي أنا بصورها في مدن مختلفة بتتزاع متأخر. يعني مثلا حلقات سمارة اتزاعت بعد ما كنت سبت سمارة بشهر ونص مثلا،
الدنيا كانت حر جدا وانا لابس تقيل يعني في وقت الناس بتتفرج. احد الناس اللي هو عايش في سمارة فعلا بعت لي على التليجرام وبيقول لي: استاذ محمود، هو انت صورت الفيديو ده امتى؟ قلت له يعني كان ساعتها عدى شهرين كمان، مش شهر ونص. فقلت له في توقيت تقريبا، انا ما كنتش فاكر يعني لان رحت سمارة مرتين، قلت له توقيت تقريبا في توقيت ده. يقول لي: شايفك لابس كم طويل وحاجات كده، يعني الشمس طالعه بس لابس كم طويل، انت يعني بتحب تتقل او عندك مشكله مع يعني بتبرد بسرعه او كده؟ فقلت له: هو يعني دي حاجه خاصه لو انا ببرد بسرعه او ببرد ببطء، بس هو توقيت التصوير هو كان في وقت فيه برد او فيه لسعه برد. فقال لي: فهمت فعلا، الدنيا كانت مبرده وبالذات بالليل. وفي الوقت بقى اللي هي اتذاعت فيه الحلقه كان الدنيا خلاص بقت صيف يعني، فالناس ما تزعلش ان انا اتاخرت في حلقات او ما زعتش حلقات كراسنودار وكالينينجراد تحديدا، وفي مدن تانية اتاخرت فيها برضو مش عايزه ازعها دلوقتي لان مش شايف انها بتعجب الناس قوي يعني. ناس كتير او مثلا 200 واحد 250 واحد ايا كان عددهم يقول لك مثلا عايزين السفر، بنحب السفر يعني. حتى ما عملت استفتاء الاحسن نروح مدن ولا ايه الاحسن، فلقيت في نسبه كويسه طالبه تشوف المدن الروسيه او السفر للمدن الروسيه. فعملت كل بقيه المدن اللي اروحها احاول اوفر وقت علشان اصور. ما انتوا فكركم الموضوع بيمشي ازاي؟ انت عندك مشوار في المدينه دي تخلصوا بالنهار او في نص النهار او اخر الليل او على المغارب، تخلص مشاويرك واجراءاتك. وبعد كده اما بيبقى عندك وقت فاضي ما بين المشاوير او ما بين المشاوير وانك انت عايز تنام ترتاح او انك انت خلاص ما بقاش عندك بنزين بقى انك تكمل، فما بين هذا وذاك عندي مثلا ايه 3 ساعات. ال3 ساعات دول انا كفء ان انا او ان انا اكل فيهم مثلا، ما كنتش كلت، ان انا اشتري تذاكر العوده اذا كنتش اشتريتها او يعني اتفرغ لحاجه كده، ويتبقى لي مثلا ساعتين الا ربع ساعه، ساعه ونص. الساعه ونص دول انا كفء ان انا اعمل لك فيهم او اعمل فيهم 10 فيديوهات، 11 فيديو، 12 فيديو. لذلك بتلاقوا سلسله فيديوهات كلها بنفس الشكل تقريبا، الحلاقه، اللبس، الكاب، احيانا نقلع الكاب نلبس الكاب، كلهم ورا بعض متصورين كلهم 3 4 دقائق 5 دقائق. ما فيديوهاتي مش طويله يعني، حتى بتلاقوني بتكلم بسرعه. ليه؟ عشان استهق الناس مثلا اليوتيوبرز التانيين بيدي وقت مناسب جدا للفيديو، ممكن يصوره اكتر من مره، ممكن يعمل مونتاج، ممكن يصور نص ساعه ويطلع ب 10 دقائق، ممكن يجري الصوت علشان مثلا بيتكلم ببطء او يسرع الصوت، قصدي يبطئ الصوت لانه بيتكلم بسرعه يعني. مثلا في ناس بتتكلم بسرعه، في ناس بتتلعثم برضو فبيقص اللعثمه دي. انا ممكن عندي بعض اللعثمه او التهتهه بعض الاحيان ما بقصهاش، بيجي لك الفيديو زي ما هو، فما بضيعش وقت في المونتاج، هم بيجتهدوا بيعملوا مونتاج. ما بعملش مثلا تفتيح للصوره او ازوق وشي يعني، حتى ما بديش وقت ان انا ازوق نفسي حتى يعني. انا لا بصبغ شعري، الشعر الابيض باين عادي هنا وهنا وكل حته. ما بحطش زيت او جل في شعري، ما بهتمش بالاشياء دي الصراحه. ما بكحلش عيني ما بعملش اي حاجه من اي نوع، كل ما اعمله بحلق شعري، بحلق دقني. مش حاجه مرتبطه بالقناع، مرتبطه بشكل انا الخاص ومشاويري انا الخاصه وشغلي. احلق في الوقت اللي يعجبني، لكن الفيديوهات بتيجي باي ذا واي، فلذلك بتجيلك بالشكل ده، ان هي بتلاقي فيديوهات قصيره ممكن اتقطعت فجاه لان فعلا ما عنديش وقت ان انا اشوف الفيديو خلص على ايه. فلاقي مثلا دخلت في موضوع جديد وهو مش يعني ايه ما كملتوش، او لقيت نفسي زهقت مش عايز اكمل، فبروح قاطع قبل ما اخش في الموضوع الجديد واجيب لك الفيديو ده. اقصى حاجه اعملها قبل وانا برفعه، حتى انا برفع الفيديو اروح قاطع الحته الاخرانيه فبيجي لك الفيديو مقطوع للاسف. الحته الاخرانيه اللي هي ملهاش علاقه او ما الكلام ما خلاص مش عايز اكمل وعايز اخش في موضوع جديد، فبيجي لك الفيديو قطع صغيره. ففي وقت قليل ممكن في ساعتين اعمل لك 20 فيديو، حتى مش 11 12، من غير ما بحضر ورق، من غير ما بحضر حاجه، فبيجي لكم الكلام احيانا ارتجالي ومن القلب زي ما بنقول او من العقل مباشره على لساني، فما بحتاجش ان انا اعمل مونتاج. وده تقصير مني انا عارف، المفروض لو عندي وقت اكبر اوفره للقناه وان انا اعمل الموضوع ده، بس زي ما قلت لكم في قناه، في اكتر من قناه اخرى بلغات اخرى بعمل لها نفس الطريقه بالظبط، وده اسلوبي. في ناس اسلوبها احسن، وقلت قبل كده قلت لكم اكتر من قناه بتكلم عن روسيا برضو ناس زملاء
رجحت لكم الفيديوهات بتاعتهم او القنوات بتاعتهم. ونعيد تاني ايمن نشار، شادوفيتش حبيب القلوب، ومازن، الثلاثه ناس محترمه. وهجيب لكم برضو في الفيديو في فوق هنا هيظهر لكم لينكات القنوات بتاعتهم. ففي الناس دي بتعمل مونتاج وبتجتهد وبتسافر، فيعني ايه ناس احسن مني في الاداء ده. فلو عايزين حاجه نظيفه روحوا اتفرجوا على قناتهم جنب قناتي، مفيش مشكله، ما عنديش مشكله. مش بقول لا ده ايه ده هيسيبوا قناتي ويروحوا هناك، لا لا عادي، اعملوا اللي يناسبك. انا اللي يهمني مصلحه حضرتك، شوف الانسب فين. لو عايز حد بيمنتج وبيعمل حاجات يعني متسلفنه حلو، الناس دي بتعمل شغل كويس ونظيف. انا شغلي برضو الحمد لله نظيف، بس زي ما بقول لك بيور قوي، من غير مونتاج، من غير رتوش، من غير تجميل، من غير اي حاجه. ايه تاني اضيف الى ذلك بقى؟ ان الناس دي علمها برضو كويس، عندها علم كبير جدا، وناس قديمه في البلد. وبس، ودي كانت نهايه الحلقه، ونشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.